السلام عليكم، معكم كريم الهاشمي. كنتمنى هاد الشهر يدوز عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله، وبالمغفرة والأجر العظيم، وإن شاء الله يزول هاد الوباء وترجع المياه للمجاريها إن شاء الله. المهم في هاد الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش كدوز لا سيونس ديالي في شهر رمضان، بقاو معايا. السلام عليكم، الصحة والراحة فطوركم، الله يقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين إن شاء الله، ويتقبل صالح الأعمال. إن شاء الله كنتمنى من الله تعالى في الشهر هذا ينزل شفاء من عنده وحيد علينا هذا الوباء إن شاء الله، وترجع الأمور كيف ما كانت. والسلام عليكم، بالصحة فطوركم مرة أخرى.